شنو هما الاعشاب اللي خاص نبداو بالاطفال هما الاولانيين دونك العائلات لي بارون تيكونوا عندهم مشكل مع نبداو من الصغر الكبر حنا غاديين اذا اول حاجه الدراري الصغار بيبي اي انفون دونك الرضع والاطفال تروح لينا عدو السعله تيكحب ياك اش خاصنا نديرو واحد من الاحسن لي سيرو افابريكي نصوبوه في الدار عندنا حنا ساهل فعال ممتاز اشنا هو غناخذو اللفت البيض يا سلام غنحكوه غندردرو سنيده فوق منه ونحطوه في البلاكار نغطيه ونخليه واحد جوج ولا ثلاثه السوايع نفس الكميه ديال اللفت اللي عندنا بيض غتعطينا السيرو غناخذو غير الماء ديالو الماء ديال غير سمع خوك هكذا انا راه مغربي بحالي بحالك راه اسمع خوك زيد وانت ما بغيتش تضيع وداكشي نصفيه نديرو في قرعه هذاك اللفت اللي بقى لتحت علاش نلوحو اخويا داكشي ناكلو انا اللي كبير ياك هكذاك ندير في راسي خير حيت فيه بزاف المنافع مثال بسيط غير الاسبوع اللي كنا راه هضرنا على زريعه اللفت فاش في القوه الجنسيه دونك راه غينفعنا بزاف د الحوايج دابا تنهضروا على لاتو على السعله وجبدنا لينا في اللفت الور حكيناه دردرنا سنيده خمرناه وخلينا واحد جوج ولا ثلاثه سوايع في لاكار حلينا غنلقاو نفس الكميه اللي عندنا ديال اللفت عطاتنا السيرو صفينا داك السيرو درناه في قرعه ولدي الصغير نعطيه معلقه صغيره على كل ساعه مكانة وشوفوا داك النهار اللي في صدرو كله غيخرج سي اوسي ان اكسبكتورون يخرج نخيمه وداكشي كامل وغيهدل لينا ديك السعله هذا النوع الممتاز بيان سور العسولات كلهم كاع العسل راه نافع العسل العصير حامضه فريع واحد انكلو جيرون دونك قرنفله وحده وربع معلقه ديال القرفه فعاله ممتازه غير هذه القضيه وصالحه حتى لي زونجي الحلقم وكل شيء مي نكملوا الور هذه الوصفه سهله اللي هي ديال اللفت ما فيها حتى ضرر ممتازه الور هادو دراري صغار شحال الكميه يا جمال شحال الكميه والمده عينيك ميزانك مثال بسيط خديت جوج لفتات حكيتهم ياك دردرت صبرت غيعطيوني شحال غيعطيوني تقريبا واحد الكاس هذاك السيرو لارجمون سيفيزون ديال النهار كله معلقه صغيره على كل ساعه ها هو هذا النهار الغد علاش علاش ندير في الثلاجه ولا اش خاسر ياك غير لفته ولا جوج الغد نحك جوج نحكهم وقت ما احتاجيت كنعاود ثاني نزيد ونعاودها من الجديد كل نهار نبدا انا بالوصفات اللي تعجبوني واللي ساهلين واللي كاينين في كل دار اختصاص البروديه اختصاص بزاف الحوايج مي اول حاجه اختصاص البروديه وتنفضل دائما الوصفه المذكوره في القران اللي هي اشنا هي العسل والتين والزيتون هي اللون ومن بعد وفوميها دونك التين الشريحه زيت الزيتون والثومه نفس الكميه خدينا رابعه 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 دونك اربع ايترو ديال زيت الزيتون الرابعة ديال الشريحة رابعة التومة بخرت التومة والشريحة قشرت التومة طحنتهم في ميكسر خويت عليهم الزيت البلدية عطيت العافية بالمهل تبخرت الرطوبة بقى ذاك المعجون عمرت القراعي حطيت جوج ولا قرعة ولا جوج على حسب الكمية الكبر ديال القرعة في الثلاجة وحدة حطيتها قدامي معلقة صغيرة قبل الفطور الغداء العشاء النعاس راها الرحمة مزيانة للدراري مزيانة للدراري جمال اسمع بلاتي عاود هذه الوصفة بالله خليني نكمل بعداك الله يرحم والديك الور توما قلنا تقرير ديال لي زيتازوني بلي لاي ايت ان انتيبيوتيك ناتوريل 100 فوا بلو بويسون كو لونتيبيوتيك لو بلو فور او مون كيميك دونك التوم مضاد حيوي فتاك بالجراثيم 100 خطره قوى من اقوى المضادات الحيويه الموجوده في الفارماسي دونك التوم ربي اللي صانعو وممتاز وصالح بزاف د الحوايج التوم بعدا كان ديجا كنا قلنا شحال هادي وموجود هي غير موجود وموجود منين كان شوف الاوبئه ياك منين كانت الاوبئه شكون اللي كان تيحافظ على هذوك الرهبان اللي كانوا مقابلين الناس اللي مراض وكل شيء ياك الناس تيمرضوا هما ما تيمرضوش علاش تيدير الشريط ديال الثومه وتيتكاها وتيدير الشريط ديال البصله البصله لونيون اونتيبيوتيك ناتوريل مضاد حيوي فتاك بالجراثيم وضد الالتهاب نفس الشكل لاي الثوم مي اهم حاجه فيهم بجوج ضد الفيروس خلي الميكروب الفيروس قليل اللي تيداوي واللي يفتك به وكل شيء الثوم ممتاز اذا هاد الثومه هنتنا دائما رجعوا للدراري الصغار شي حوايج بساط فعالين اش غنخسروا الا ناخذوا ليسونس ديال لوكاليبتوس الروح ديال لوكاليبتوس الروح الطياره سان برونكو ديلاتاتور
ماشي غير برونكو ديلاتاتور تعطي الفيروس. شنو غنعرفوا عليه؟ شوف مثال بسيط في هذا الاستوديو حنايا غنجي نهز بابور جوج رشات كل الفيروس اللي كاين في لير اومبيون يطيح ريد مور. دونك تعقمت. انا عقمت هذا. عجيب. راني قلتها لي زوبيتو السبيطارات تيكون فيهم مشاكل كبيره وتيكون فيهم دي جيرم دي ميكروب تيكون بزاف الناس يدخلوا باش يتشافى غيفتح يتشافى تيتشافى من ذاك المشكل اللي دخل عليه تشافى منه الطبيب دار اللي عليه وكل شيء دار وكل شيء زوين وكل شيء ممتاز ما الا شوبيها ميكروب من تماك حيت هذيك هي بلاصه هذا الميكروب لا هي ولا الحمام ولا داك الشيء البلايص اذا باش على الاقل نتفاداو من هاد المشاكل يديروا غير ايسونس دو كاليبتوس يرشوه قتلوا الميكروب قتلوا الفيروس يوم ميم طحلوا الشعاب وخلوا الاكسجين يدخل وتي يكومباتي شتي الريحه ديال الكاليبتوس غير الشمان ديالها ينزل السكر ضد الديابيت راه فيه بزاف الحوايج هذاك دونك اش غنخسروا نقطه نحطها لولدي في حوايجه وعلى اليمين على اليسار ونصيفطو للمدرسه انا حميتو في البيت اسيدي ما عندناش كاع حنا ما عندناش ليسونس دابا حناش نمشاو بعيد على كاع الديور ولا كاع الناس غيقدروا يعرفوا ليسونس ولا يمشيو يشريه ولا دابا في العروبيه كي غيدير ليه ولا في الجبال مع الاقل يقدر ياخذ الورق ديال لوكاليبتوس وما ياخذوش الورقه الخضراء الجديده ياخذ الورق العتيق لا اللي كبير طويله وخضراء مغلوقه اللي قديم اللي قديمه ماشي بحال الجديد دابا مثال بسيط الا جينا نهضروا على العيالات الفيرجيتير والسيلوليت خاصهم ياخذوا لوليير غرامبو ياك اللي هو اللوايه ياخذوا الوريقات الصغار اللي يلاه باقيين خضرين وصغار اللي يلاه خرجوا بالعكس اونيفو ديال لوكاليبتوس خاصهم ما ياخذوش الورقات الصغار الخضرين اللي يلاه خاص ياخذ الورق العتيق ذاك الكبيره واللي خضره واللي هذا الور يشد واحد الكميه حفنه يلوح في طنجره في كاسرونه فاش ما بغى يزيد الماء يعطي العافيه غير يتبخر يبدا لافابور يتبخر في الدار كلها تعقمات وتشم غير ريحه الكاليبتوس وريحه زكيه عجيب دابا هضرنا على الكاليبتوس وتصور يزيدوا في ليو يزيدوا مرددوش يزيدوا الزعتر في نفس الطنجره ماشي ولا بد حتى يكون عندنا ليسونس دو كاليبتوس او يكون عندنا الورق الكاليبتوس جميع النعانع فعالين السالميه فعاله عندنا بزاف الحوايج اللي فعالين ومنهم حنا المغاربه اش يقول لك جات الرحبه ديال فليو وتروح ما يمكنش اش خاسرين الزعتر موجود في كل دار موجود عند كل عطار كل عشاب الشيبه هي موجوده الشيبه لابسانت الله يعطيك الصحه راه من لا فامي دو لارتيميسيون الور غير الشيبه ما تفوتش واحد المقدار سينو ايل دوفيان توكسيك دونك هادشي علاش غنتكلموا نيت اليوم لانه الاعراض الجانبيه ديال هاد الاعشاب اللي حنا عندنا كنديروا فيها استعمالات يوميه نكملوا الوصفه ديالك فوالا خلينا ندخلوا في المعقول دابا البروديه الناس الور هاد الوصفه اللي غنقول راها فعاله راها ممتازه يتخادوا من الدراري من 12 عام للفوق ماشي قل وصالحين البالغين والكهال وكل شيء وهاد الوصفه صالحه ماشي غير للرواح والبروديه وكل شيء صالحه حتى للضيقه وغير الضيقه قصور تنفسي وكل شيء اول عشبه حنا المغاربه تنداوو باش تداو بالاعشاب الطبيه لا العربيه الاسلاميه الزعتر لوريغان هو الاول تداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه لو ماريوب بلون اللي هو مريوت لا فارماكوبي اوكسيدونتال العشبه رقم واحد سي لا مارجولين اللي هي مرد الدوش ديجا حناش جبدنا الزعتر ومريوت ومرد الدوش ويلا كنا تنهضروا على لوكاليبتوس احنا ديجا عندنا اربعه العقاقير او الاعشاب اللي مهمه خزامه ممتازه خزامه لا خدينا غير هادو راهما فعالين بدرجه خياليه اش كنا قلنا قبل اخويا زكريا لاميماجوس لا لاميفيزناغا هي البشنيخه الور البشنيخه سي ان برونكو ديلاتاتور تتحل الشعاب وتخلي الاكسجين يدخل دونك البشنيخه دخلت لينا الاكسجين الريه ياك والزعتر حتى اليزير فعال مي هضرنا دابا على الزعتر وعلى الكاليبتوس وعلى مرد الدوش وعلى مريوت ياك فعالين بدرجه خياليه ضد اغلب مشاكل الرئه منهم الرواح منهم الضيقه ومنهم شي ميم لي باثولوجي دور يعني هذوك فعالين سيرتو من الريوت